بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا، عايز اتاكد بس الصوت واصل كده عندكم تمام. هنتظر بس دقيقتين او 3 دقائق وهنبدا ان شاء الله. اول حاجه هنعملها قبل ما نسحب الصوره على الاوتوكاد، بنظبط الفايل الاوتوكاد بالملي، هدوس على الكيبورد يو ان اختصار كلمه يونت. واختار ملي. اوكي. طيب هدوس زد انتر على الكيبورد، زد انتر انتر عشان اصف الصوره كلها. اول حاجه اعملها طبعا انا ممكن اخفف الصوره شويه، اضغط على حرف الصوره مرتين اخفف الاوبيتي بتاعت الصوره شويه عشان اعرف ارسم على الصوره. قبل ما ابدا ارسم لازم اظبط الصوره باسكيل اي حاجه معلومه اللي خدناها في تصميم الدخل عامه في الكليه، زي مثلا وحده المطبخ، زي الدولاب، زي السرير. معروف ان الدولاب عمقه 60 سنتي او وحده المطبخ عمقها 60 او السرير 180. هبتدي اعمل اسكيل، اعمل خط على الرسمه نفسها وابتدي احول الصوره بالاسكيل الخط اللي انا عامله عشان بعد كده ارسم البلان كله بالمقاسات مظبوط. اول حاجه اعملها ارسم خط 60 سنتي. عشان ارسم 60 سنتي بالملي في المتر كنا بنكتب 0 علامه 600، في الملي بشيل العلامه خالص. يبقى لو انا عايز اكتب مثلا متر يبقى 1000، يبقى 1 3 اصفار، 60 يبقى 6 صفرين، 6 سنتي يبقى 60، 6 ملي يبقى 6 ملي، رقم 6 بس. ده الفرق اللي ما بين الملي وما بين السنتي. هكتب هنا 600 عشان انا عايز المقاس 60 سنتي. اعمل خط في بداية الوحدة بتاعة المطبخ من البلان، وبعد كده اخلق خط 60 سنتي في بداية الخط. انا دلوقتي مطلوب مني ان انا هعمل اسكيل للصورة اللي انتم شايفينها قدامكم، ان مثلا العمق الوحدة دي تبقى بدايتها من اول الخط اللي انا عامله اللي هو ال 60 لحد ان هنا، هعملها بلون تاني عشان تبقى الخط يبقى واضح عندكم باللون الاحمر مثلا. فاول حاجة اعملها اعلم على الصورة مع الخط اللي هو الابيض وادوس اف سي على الكيبورد، اف سي انتر. تمام. احدد البدايه، بدايه الخط، اول احدد البدايه. قبل ما احرك الخط بدوس حرف ار اللي هو اختصار كلمه تريد القرايه، ادوس ار انتر. اقول له انا عايز من اول هنا اللي هو المقاس القديم اللي موجود في الصوره اللي هي من هنا لحد بدايه الوحده القديمه، عايزها لحد بالاخر حاجه في الخط الاحمر. يبقى انا كده ايه؟ ظبطت الصوره على الاسكيل اللي انا عامله. نيجي نراجع المقاسات تاني كده مع بعض. هو مقاس 60، اشيك برضه على مقاسات ثانيه. مقاسات السرير مثلا، اتاكد بس ان الدايمنشن بتاعت البلان عندي كله مظبوط. المفروض ان هنا تطلع 180. شايفين كده 180، يبقى انا كده ايه؟ ظبطت الصوره بالاسكيل اللي انا عايز اشتغل بيه قبل ما ارسم البلان. هتاكد برضو من مقاس ثاني، مثلا مقاس الدولاب. ستين طنط اهو، يبقى انا كده ايه؟ البلان بتاعي مظبوط. ابتدي ارسم عادي خالص، مفيش مشكله. ابتدي ارسم البلان على قد ما تقدروا، ان انتوا بس ايه؟ تخلوا المقاسات الداخليه بتاعت الفراغ تبقى مظبوطه. مش مهم عندي الحوائط سمكها كام، لو لقيتوها مثلا 24.5 خلوها مثلا ايه 24. الحيطان الداخليه معروفه ان هي 12 سنتي بالمحاره، فانتوا مثلا ايه توحدوا المقاسات، يعني مش لازم ترسموا الحوائط بالصوره زي الصوره بالظبط. المهم بس ان انتوا عندكم الحيطان الداخليه كلها مقاساتها واحده بس. فاتمنى الطريقه تكون وضحت. فلو اي حد عنده استفسارات او عايز يسال في حاجه في العلاقه اللي هي بالبلان الاسكيل.
باش مهندس معلش، انا مشكلتي مش في السكيل، انا مشكلتي ان الصوره مش راضيه تدخل على الكاد اصلا. انا بعت فايل امبارح، كان الفايلات القديمه كان فيها مشكله اللي هي كانت امتداد دبليو اي بي، اه فحضرتك ظبطتها امبارح وبعت الفايلات متظبطه الصوره، تقدري تسحبي الصوره على الاوتوكاد عادي لو دخلت على يعني نفس حضرتك اللينك. بعت ميل جديد بيها يعني؟ اه بعتها امبارح على الايميل، لو دخلت على نفس اللينك هتلاقي الفايل الجديد اللي انا نزلته الصور كلها متظبطه، تقدري تسحبي الصوره على الاوتوكاد عادي خالص. تمام، متشكرة جدا يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس، ربنا يجازيك كل خير يا رب. بس فعلا ان شاء الله باذن الله هيبقى ميعادنا بكره الساعه 8 بتوقيت مصر، هستاذنكم بس الحضور يبقى قبل الميعاد بخمس دقائق عشان بس الزوم بيديني 45 دقيقه، احنا هنخش ثلاث مرات. المره الاولى هنبتدي نتكلم عن الستوب برون بشكل عام، ايه الحاجات اللي احنا نجهزها قبل ما نشتغل، وبعد كده نبتدي نطبق عملي. المره الثانيه برضه هتبقى تطبيق برضه للورقه. الزوم الاخير اللي هو مدته نص ساعه هتبقى خاصه بالاسئله، اللي عنده اي اسئله او اي كومنتات ارد عليها في الاخر عشان نقدر نختصر الوقت بتاع الزوم ونستفيد من الوقت اللي احنا هندخله كل مره في كل محاضره ثلاث مرات يعني. تمام يا باشمهندس، المحاضرات هتكون مسجلة يا باشمهندس؟ للاسف مش هقدر هسجلها لان هيكون في اخر الورقه، علشان خاطر التسجيل بيحتاج يتظبط مونتاج، والاخطاء اللي كانت بتحصل معايا في ورقه رمضان ان معظم الناس كانت معتمده على الورقه المسجله، فضلت احضر التسجيل الورقه اخذت مني اكتر من يومين، فده بياخد مني وقت كبير. فاحنا هنهيجين الورقه اللي هي المجانيه الثانيه تكون كلها عن طريق الحضور الزوم والتطبيق العملي، وفي نهايه الورقه خالص بعد ما نخلص الاربع محاضرات بالنسبه للناس اللي حضرت معانا 70% من الحضور والتطبيق العملي، هكون انا في الاخر خالص ظبطت كل الفيديوهات على المونتاج بمساحات قليله عشان حجم المحاضرات بتوصل لجيجا و2 جيجا، فهيبقى صعب ان انا ارفع كل مره المحاضره مساحات كبيره ويكون وقت من الشغل عندي. تمام يا باش مهندس، بس أقصد فيما بعد حضرتك هترفعها بحيث لو احتاجنا نرجع لحاجة حضرتك قلتها أو كده هنلاقيها إن شاء الله يعني. هرفعها ان شاء الله لكل الناس اللي حضرت الورثه بنسبه 70%. تمام يا باش مهندس، فانا حابب ان كل المحاضرات اللي هي الاربعه الخاصه بالورثه الثانيه هتبقى عن طريق الحضور، والمتابعه كمان هتستفيدوا اكتر، بحيث ان انتوا في نهايه الورثه هتكونوا قدرتوا توصلوا لشغل كويس من خلال فتره المتابعه، والتسجيل هبعتها لكم ان شاء الله في الاخر خالص، بحيث ان انتوا لو عايزين ترجعوا للمعلومات تبقى الداتا عندكم تقدروا تراجعوا عليها، مفيش مشكله خالص. تمام يا باشمهندس. تمام. في اي حد عنده اي استفسارات او اي مشكله خاصه بتطبيق البلان السكيل كده؟ تمام، مفيش مشكله بالنسبه لكم. لا مفيش مشكلة يا باشمهندس، شكرا جدا. لا تكلفة تمام يا باشمهندس. تمام خلاص، انا هنتظركم بقى ان شاء الله بكره، ولو عندكم اي اسئله ممكن تبعتوا لي على الواتساب وهتابع معاكم ان شاء الله. تمام يا باشمهندس، شكرا.